محاضرات تريند ترينر. المحاضره دي الحقيقه هتتكلم معانا عن ايه الاساسيات اللي المفروض نعرفها، ايه المعلومات اللي المفروض تبقى في بالنا واحنا بندرس واحنا بنتكلم مع حد في محاضره ما او واحنا بنحضرها. Principles of Learning موضوع فيه اكتر من حاجة، هنحاول نتعرف عليهم بسرعة علشان نبني الاساس اللي هنمشي عليه في الفترة الجاية. خليني اروح معاكو هنا دلوقتي ونغير الستيتمنت دي. الحقيقة عجبتني وحبيت ان انا اتكلم عنها لاول مرة، لكن مش هتكلم عنها تاني، هتبقى موجودة في كل محاضرة، وهي don't learn teach. طبعا هنا مش المقصود انك ما تتعلمش، لا، ده احنا هنشوف واحنا بنتكلم مع بعض ان انا اتعلم وافضل اتعلم، دي اهم حاجة. لكن الحقيقة هي ان teaching، انك تدرس لحد حاجة او ان انت تعرف كفاية علشان تعلم حد حاجة، ده بيعلمك انت اكتر من لو ان انت بتتعلم علشان تتعلم. الحقيقة يعني دي تجربة شخصية برضو، من ضمن الحاجات اللي تعلمتها في حياتي هي ان انا كل ما حاولت ادرس لحد حاجة او اعمل كورس جديد او حتى اعمل محاضرة واحدة في موضوع ما، اتعلم كتير قوي 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 اكتر من لو انا كنت رايح اخد كورس في الموضوع ده، او ان انا اقرا بس كتاب عشان اتعلم منه حاجه، او اسمع محاضره عشان اتعلم منها حاجه. فحبيت اشارك معاكم الحته دي، لان الحقيقه دي من ضمن الحاجات اللي هتحتاجها في حياتك بشكل عام، وارجو ان هي تكون مفيدة. افتكر دايما learn don't teach، مش كده برضو؟ لا، teach don't learn. عايزين نبص الموديول دي او المحاضرة دي فيها ثلاث حاجات اساسية هنتعلمها، هي ايه learning وازاي احنا بنتعلم، وايه الحاجات اللي بتأثر على عملية التعلم دي. خلينا الاول ندخل على اول حاجة وهي ايه الليرنينج. الليرنينج عبارة عن ثلاث عمليات اساسية داخلة في كل شغلنا. اول حاجة انك تأكواير نوليدج، انك تعرف معلومة. ايه المعلومة؟ مثلا هنا انا بقول لك 1+1=2، دي معلومة. لو نبص دي اساس عملية الجمع وعمليات الحساب كلها تقريبا، كلها مبنية على ان 1+1=2، فدي النولج اللي انت بتاخدها. لكن النولج دي لوحدها مش هتبقى مفيدة الا اذا ابتديت تتعلم معها سكيلز، فانا باكواير نولج وباكواير سكيلز. السكيل ده يعني ايه؟ يعني ان انا مثلا ابتدي اجمع ارقام باكتر من ديجيت، 15+23، 172+315. دي بقى قدرة كلها مبنية على ايه؟ على 1+1=2. جمعنا القدرات دي او السكيلز دي، يبقى المفروض نعمل بعدها المرحلة الثالثة وهي الابيليتيز. ايه اللي هعمله بالمعلومات اللي انا اتعلمتها او بالسكيلز اللي انا اكتسبتها. الخطوة الثالثة دي هنا مثلا في المثال بتاع الجامعة، انك خلاص دلوقتي عرفت 1+1=2، وبعدين عرفت من دي ان انت تجمع ارقام تانية، يبقى تقدر بعد كده تروح تشتري حاجات وتجمع انت كشف الحساب بتاعك، تعرف انت هتدفع كام. ده تطبيق بقى الابيليتي بتاعت السكيل اللي انت بنيته على النوليدج. الثلاث حاجات دول نوليدج سكيلز ابيليتيز، هم دول الاساس بتاع اي تعليم او اي تريننج. في معلومة بتتاخد، المعلومة دي بنشوف لها تطبيق،
والتطبيق ده المفروض ان انت تطلع منه قادر على ان انت تعمل حاجة مفيدة، وإلا يبقى اللي انت اتعلمته ده ملوش لازمة. طبعا كلمة اتعلمت ملوش لازمة دي ممكن تفتح نقاش كبير. انا شخصيا مع ان مفيش حاجة بتعلمها ما بتفيدنيش، لكن ممكن الفايدة ما تبقاش فايدة مباشرة دلوقتي، لكن المهم ان في الاخر في فايدة. فمثلا الكورس بتاعنا Training the Trainer، الكورس ده له النولج بتاعته What is Training، السكيلز بتاعته How to Train، والابيليتي بتاعته ان انت تقدر ترين. فان شاء الله by the end of this course هتقدر ان انت تبقى جاهز ان انت تجهز كورس او تجهز محاضرة وتبتدي تقدمها وتعلم بيها الناس. دي الأول فيديو في المحاضرة بتاعتنا. في الفيديو الجاي هنكمل كلامنا على الـ Principles of Learning إن شاء الله.